السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احياء منا والاموات. ها هي الجزائر اليوم تفقد واحدا من ابناء الجزائر الخيره الذين كافحوا وناضلوا طوال 40 عاما من حياتهم المهنيه من اجل جزائر اخرى. جزائر الحق، جزائر العدل، جزائر الحرية، جزائر الكرامة، جزائر الإنسان. تعرفون جميعا مرحومنا وفقيدنا وعزيزنا الأستاذ علي باي بودوخ، تعرفونه الإنسان، كان إنسانيا، كان محبا للخير، كان محبا للجزائر، كان مدافعا عنها. ليست لا توجد قضية في البلاد قضية حق إلا ووجدنا الأستاذ علي بودوخ موجودا بيننا فيها. الأستاذ علي بودوخ محب للطبقة الفقيرة، بعيد عن أهل الفساد، فضل حريته واستقلاليته عن الفساد الذي جرى البلاد إلى ما نحن عليه اليوم. منكم يعرف الأستاذ علي بودوخة، يعرف قيمة الرجال في هذا الوطن، وها هم هؤلاء الرجال من أمثال علي بودوخة يموتون يوميا فرادى فرادى، وحلمهم الوحيد قبل وفاتهم أن يروا جزائر حقيقية، جزائر التي حلم بها شهداؤنا وحلم بها وطنيون ومخلصون في هذه الأرض. مات ولم يعش هذه اللحظة. الله، نرجو أن لا نموت ونحن لم نرى الجزائر بخير. علي بودوخ الإعلامي، الصحفي، كاتبا وصوتا إذاعيا ومستشارا ومنتجا تلفزيونيا ومراسلا ومحققا في الصحافة الوطنية والدولية، شرف المهنة في زمن فقدت المهنة شرفها، شرف الجزائر في وقت طعن في شرف الجزائر، يكتب، يحقق ويتخذ الموقف. إنه بحق يشرفنا كجيل جديد ويشرف جيله من الإعلاميين والصحفيين والمهنيين الذين قاوموا الفساد، الذين قاوموا الطغيان، الذين قاوموا القهر، الذين قاوموا المساس بالحريات. علي بودوخة رجل كرس حياته لكلمة الحق، كرس حياته للحرية، كرس حياته للدفاع عن الخير ضد الفساد. كاتب صحفي في جرائد مختلفة، منتج إذاعي في الإذاعات الوطنية، مراسلا ومحققا في إذاعات دولية. علي بودوخة أيضا مناضل مكافح ومقاوم من طراز عال. للأستاذ علي بودوخة جزء كبير في تكويننا هنا جميعا من زملائه وأصدقائه في الدفاع عن الجزائر، في الدفاع عن الحق، في الدفاع عن المقهورين، في الدفاع عن الحريات. رحمه الله علي بودوخة الإنسان، رحم الله علي بودوخة الإعلام والصحف والكاتب، رحم الله علي بودوخة المناضل والمقاوم والمكافح من أجل جزائر أخرى. الله، نرجو أن تسري روحها التي ارتفعت إلى بارئها، أن تسري في أرواحنا نحن وفي أرواح الجيل الجديد، لأن هذا الرجل لم يبخل على أحد فينا بتجربته، لم يبخل علينا برأي، بمشورة، بنصح، بمهنية عالية. إنه رجل شريف، رجل نظيف، رجل صاحب خبرة، رجل فقدناه نحن كأصدقاء، فقدته العائلة، لكن فقدته الجزائر. والله أشهد أن الجزائر تحتاج لثلاثين أربعين عام ربما لكي تنتج رجلا آخر من حجم هذا الرجل الذي ودعناه بجسده
لكن روحه عند بارئها نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، ونسأل الله أن تسري روحه فينا وأن نحقق حلمه الأكبر، الدفاع عن الحريات، الدفاع عن كرامة الإنسان، ورفعة الجزائر إلى المستوى التي ستحترم فيه بين الأمم. بكلمة أخيرة الأستاذ علي بودوخة ذاكرة حية لنا وأمل زرعه فينا لكي نبني جزائر أخرى غير هذه الجزائر التي أصبحت تقتل في رجالاتها الأشراف يوما بعد يوم. رحم الله الأستاذ علي بودوخة، تعازينا لأبنائه الثلاث، تعازينا لزوجته، تعازينا لوالدته ونسأل الله لها الشفاء، تعازينا لإخوانه وعائلته وقبلهم جميعا، تعازينا لأصدقائنا ولأنفسنا في علي بودوخة، وتعازينا للجزائر في هذا الرجل العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.